حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. نظمت المجموعة الإقطرية لهواة حمام الزينة التي تعمل تحت مظلة مركز أصدقاء البيئة مساء أمس مزاداً علنياً لحمام الزينة حمد. نعم، تهدف المجموعة من خلال نشاطاتها المختلفة إلى تطوير هذه الهواية وتعزيز الاهتمام بهذا النوع من الحمام. اليوم عندنا مزاد لحمام الزينة، مزاد مميز. المزاد يتبع المجموعة القطرية لهواة حمام الزينة، وإحنا أنشطتنا لحمام الزينة فقط. الحمام يختلف، هو ثلاث أنواع من الحمام: حمام الطيار اللي هو الحركات، وحمام السباق الزاجل، وحمام الزينة، ثلاث فئات. فإحنا تابعين لحمام الزينة. حمام الزينة له طبعا أسعار تتفاوت، يعني توصل يعني في حدود من 20,000 ونازل، وحابين احنا نطور هالهواية هذه ونرقيها ونوصلها إلى مستوى أفضل. هاي الهواية حقيقة هواية تعتبر من الهوايات الرياضية والشبابية في نفس الوقت، وتعمل على يعني مثلا تطوير حمام الزينة في ألوانها وفي مستوياتها وفي أنواعها. تقام عندنا المزادات في الجمعية شهريا، وفي منها حسب الاتفاق في الجمعية، في تقام على مزاد مميز ومزاد عادي، وكل مزاد له شروطه وأهدافه. وعندنا تحكيم مسابقات جمال الطيور على حسب الفئات، أو على فئتين أو على ثلاث فئات. والهدف هذا من المزادات والمعارض الرقي في هواية حمام الزينة في قطر، والمزادات بالأخص هي تعرف الشباب على بعض وتزيد الترابط بين الهواة. من الهواية إلى الفن بلغاته المتعددة، حيث احتضن الحي الثقافي كتارة معرضين. الأول افتتح سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث لستة من فنانين وفنانات قطر التشكيليين. أما المعرض الثاني فكان للفنان أحمد يوسف الخليفي القلايل منوة القناص، وضم عشرات الصور التي تغطي جوانب عدة من ملامح المقناص على طريقة الأجداد. تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، نظمت الجمعية القطرية للتصوير الضوئي معرض القلايل للفنان الفوتوغرافي أحمد يوسف الخليفي. كما نظم قسم الفنون البصرية معرضا هو الثالث من نوعه لستة من فنانين وفنانات تشكيليين. حي الفنان الكبير الأخ أحمد الخليفي رئيس الجمعية، وأشكره هو وفريقه على ما قاموا به من جهود، ونتمنى إن شاء الله النهضة اللي تشهدها قطر في المجال الفني تستمر على كل المستويات. معرض القلايل الفوتوغرافي حمل عنوان منوة القناص، حيث حرص الخليفي على اقتناص عدسته جوانب عدة من ملامح القنص على طريقة الأجداد، وإظهار ما يقابل قناصين من جهد ومعاناة. أما المعرض الثاني قدم من خلاله ستة من الفنانات والفنانين التشكيليين نماذج من تجارب نوعية متميزة تتجاور فيها الخبرات والرؤى لتجسد المشهد المحلي للكثير من الإحداثيات المعاصرة في الفن. احنا اليوم يوم فني بامتياز، والحقيقة أنا في منتهى السعادة لهذا المستوى الرفيع من الفن التشكيلي الذي وصل له أبنائنا وبناتنا، وأقدر أقول يعني بقناعة بأنه فعلا عصر ازدهار للفن التشكيلي في قطر.
هذان المعرضان يقدمان تنوعا رائعا بين فنون الرسم والتصوير لفنانين أثبتوا مكانتهم بالساحة الفنية بشكل كبير. فنجد الفنون الفوتوغرافية القطرية المعاصرة تتجاور مع فنون الرسم الملون لتخلق بذلك حوارا فنيا عميقا يعكس تمسك الفنان القطري بهويته وأصالته واستغلال كل إمكانياته وتقنياته لإبراز مكامن الجمال في دولتنا الحبيبة. احنا لازم نروح المعارض هذه خالد بإذن الله تعالى حمد. في معرض غيره حيث يختتم معرض جمعية الفنانين العالميين الذي استضافته المدينة التعليمية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت عنوان روح الحياة. نعم حمد، وكان الفنانة القطرية جميلة الشريم حضور مميز في المعرض حيث شاركت بأعمال تعبر عن الخيول العربية، وقالت طبعا في تصريحات لها في الصحف أنها تتحاور مع جميع الفنانين المشاركين في المعرض عن طريق لغة الفن. نظمت جمعية الفنانين العالميين معرضها السنوي الرابع تحت عنوان روح الحياة بمشاركة 22 فنانا تشكيليا من جنسيات مختلفة يقيمون في دولة قطر، وذلك في المركز الترفيهي التابع للمدينة التعليمية في مؤسسة قطر. ويهدف المعرض إلى دعم الفنانين المتواجدين في قطر من خلال أعمالهم الفنية التي تنوعت بين لوحات تشكيلية ومنحوتات مزخرفة تفردت كل منها بألوان مختلفة ومضمون متميز. وتشارك الفنانة القطرية جميلة الشريم بثلاثة أعمال فنية عن الخيل العربي الأصيل في رسالة قالت إنها تعبر عن الحرية والسلام بلغة يفهمها العالم أجمع وهي لغة الفن. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم برنامجكم اليومي ترحيب. ترقبوا في حلقة الأحد موضوعات جديدة تهم كل أفراد العائلة، ومنها لجنة قطر لقوة التحمل تطور نظام قياس دقات نبضات الخيل وتضيف إليه آليات جديدة وتعزز الثقة بين المتسابق والمالك أيضا. ترقبوا الحلقة. بعد حلقة الليلة من برنامج ترحيب ترقبوا سلسلة من الحلقات الخاصة اللي تأخذنا في رحلة استكشاف في جميع المناطق ومعالم وثروات دولة قطر الساعة 8:30 بإذن الله تعالى، وعقب راح تشوفون حلقة جديدة من المسلسل الكوميدي قاصد خير وفي اللي هو الساعة 9، وبعدها بإذن الله تعالى راح يكون معكم برنامج الدوحة الساعة 10 مع فريق الأصايل بإذن الله تعالى. ولأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل ترحيب من خلال المشاركة عن طريق تويتر أو هاشتاج برنامج ترحيب، أو حتى عن طريق الإنستغرام الريان تي في. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات. في أمان الله. في أمان الله.